ميرسي. عندك الابل بوانفو الباس دوني ايميل تاع 25 ايميل في تونس تجب تجيب لك 100 يورو Alors, je vois que la solution, c'est un profil okay, virtuel, mais je ne sais pas si tu as des formations en théâtre. Je ne sais pas si tu as des privés en théâtre. Je ne sais pas si tu as des libertés en théâtre. Je ne sais pas si tu as des partages avec des moments où tu as des photos, des films. De temps en temps, tu as des libertés en théâtre privé. Au moins, tu as l'intimité et peut-être la vie privée en théâtre. Finalement, nous sommes besoin que le monde entier, les gens rassemblent les cas, ou les formations entières, ou le profil entier, les extériorisés, voilà. Ou c'est une menace, mais à la fin, le chercheur, حتى في le GPS déjà, je vais te parler, حتى وين من مشي, إني أنا موجودة توا معكم. C'est pas, بالنسبة لي أنا, c'est mas une liberté تاع الشخص. حس ما فسرت بال concept psychologique. Merci. Merci Inès. Donc on passe monsieur Moussa عنده تعليق صغير على كلامك. البريفاسي في الانترنت ما فهمهاش. اذا كان عندك انت جوجل مابس في التليفون نتاعك، جوجل مابس اول ما تحل وبعد ما تستعمل التليفون بجمعه باش يطلع لك زوز بلايص باش تلوج على مثلا منين تمشي لهنا لهنا، باش يطلع لك الهوم والورد. ما يعرفكش انت تقرا تاعك الهوم والورد، مش يعرفك وين انت تسكن وين ترقد معناها وين انت تخدم. وهما حاجه اخرى في الجوجل مابس، اذا كان انت ديما تحط ريفيوز على البلايسز معناها الريفيوز اللي تحطهم على البلايسز اللي موجودين في الجوجل، اذا كان انت مشيت لبلاصه معينه يعطيك اللوكيشن هيستوري بتاعك، وكل مره يقول لك مثلا شنو هو الافي بتاعك في البلاصه هذه، التقيت انت البلاصه يمشيت لها يمشيت لبلاصه بجنبها. مثلا مش بريفاسي، حاجه اخرى بالنسبه للدوني بتاعنا في الريزو سوسيو، راهو اذا كان كان هو البرودكت فري، راه انت هو البرودكت. ما نقدرش تقول لي مثلا علاش الفيسبوك يستعمل في الداتا نتاعي. انت فيسبوك الداتا سنتر، الناس اللي تخدم، الفلوس اللي تتصرف كل شهر هذيك ماهيش لوجه الله. انت هو البرودكت. كيفاش انت البرودكت؟ الطريقه اللي باش يدخلوا بها فلوس انك تولي تبيع بوب فيه. وحاجه اخرى زاد ممكن ابار حتى البوب، راه ثم حتى دي دوني يتباعوا لشركات معينه. ثم شركات تعمل حتى في ديزيتود في دومينات معينين. تبيع لهم الفيسبوك في بارتي من الداتا نتاعها باش هما ينجموا يعملوا بها الريسيرش نتاعهم. Merci beaucoup. Donc, nous apparemment on a dépassé le temps de la mais j'ai une question importante à l'heure. On aimerait savoir à la conférence, donc, on essaie de faire une minute et demie, la plus importante pour vous. How can we use social media wisely and effectively? La question que vous voulez parler, on sait. Je l'ai dit depuis le début. D'ailleurs, la mot effectively, je l'ai dit, تقريبا قلت انت عبد الكريم. انا بلا خاصية انا بربا نصرح على السوشيال ميديا ديريكت مع حسام جملة حسام كده في كاسو اون سويت وين سول ان سول بوت سواء انفورمي سواء بيرسونال براندينغ لا بارتاج لا تصرف انت لا بارتاج شعوري لا بارتاج اشكال مقاش شعوري سي تخي تخي غار باش تعمل انتراكسيون سوسيال سي فريمون تخي غار ماجوريتي دي تو عندي اون سويت في بلانينغ نتاع 3 بوست بار جور سو 2 سيمين قدام نسحق شيء C'est très rare que je fais une interaction. Déjà, le pack de Tao Kadé n'a pas amené un tweet. Il y a une certaine centaine de tweets qui étaient ça. La seule réponse, elle parle d'une niche de social media où tu peux être créatif, où tu peux être productif. Écoute-moi les gens jusqu'au fond. Pour que tu aies les gens, rejoins HGP. Elle est le coach de la pêche de marketing, coach de ta pitch. Tout ce que je fais, je le fais plutôt personnel building. Et là, elle a fait un peu de choses. On a le feeling, ou la lèche, ou la part de la chèque. Voilà. Merci. Alors. بس كل كنا سي واحد فيكم حكي على انه هي وانت الكويت وما نجمش من حاجات اللي نجم نقولها لكم باش تبعدوا على السوشيال ميديا شويه انه الاشكاليه نتاعنا ان نحن جينيراسيون اللي ما عندناش ليجر تايم ما عندناش وقت اور ان اكتيفيتي اللي وي كان بي كريتيف اوف ما عندناش مثلا تمشي تترين او تمشي
ركوب الخيل ولا اي هابت او باشن اللي لازم تبنيه باش تعوض وقت الانستغرام والفيسبوك هذاك. لوك فور ذات باشن. ثاني حاجه انه حاول تنظف الفيد نتاعك. فيسبوك يعطيك الامكانيه ثم في السيتنج نمشيو نشوفوها الناس كل اسمها نيوز بريفرنسز انك تعمل انفولو يعطيك العباد اللي يجيوك في الاكرام في الفيد نتاعك الكل ويعطيك كل بروفيل قداش من بوست شفته في الجامعه هيك وبصير على خاطر انك يو انفولو العباد اللي ما حشتكش بيهم وتحط العباد بريمير ولا لي باج بريمير اللي انت قاعدين ينفعوا فيك. اي ديد ذات وذ فيسبوك وما يجيني كل معناتها لي بوست اللي حشت بيهم انا ريالمون لا تصور كليب لا قطاتس لا حتى شيء. تنجم تعمل هذا في الانستغرام انك يو ميوت بيبل ثم اللي تروى بوانت تنجم ميوتي العباد اللي ما حشتكش بيهم الكل واللي يدرى في الكونتات نتاعهم دافئين. دونك نظف في الفيلم نتاعك القى حاجه نجم تعملها وبي بورد معناتها انا فد معناتها اقعد عادي ما جانا ساعتين ما تعملش شيء خاطر في الكتاب اخدم الكتاب اسمه ديجيتال مينيماليزم اقراه يحكي انه الوقت اللي نحن ما نعمل فيه حتى شيء وي ار بورد وي تراي تو ان نحن نشوفوا علاقاتنا الاجتماعيه ونشوفوا حياتنا فين مشات. دونك الوقت هذاك خلي مخك يشتغل هكاك خاطر عندك يو ستارت ايفالويتينغ يور لايف يور ريليشن شيبس اند يور نيكست جولز. خلي الوقت هذاك خاطر تحس تو السوشيال ميديا اتس كرايم تو بي بورد. احنا جينيراسيون انك مستحيل تفيد ميساج فد وعادي وقت ما تعمل شيء عادي ساعتين وانت تسبح لليل تتفرج في السطح. ميرسي ياسر. فما تراجع فيلم اسمه سوشيال ميديا ديليما فور با تيز لو تكيف تخيل كذا بورتو كتوجه فيه مره تولي ارسل سوشيال ميديا جنبي ثم بو بيرنم عمل عليه طلب اسمه بو بيرنم هيز ا جريت عنده اسمه كيل يور سيلف التوسكي ميديا قوي برشا في ستيمولاسيون سنسوريه فيزويل يعني خلي في مخك قد ما انت قاعد على التليفون راهو فما انتيليجونس فيزويل قاعد يقوى عندك لكن قاعد ينقص في اكتيفيتي اخرى اللي هي اوديتيف اللي هي لونغاج خاطر احنا ما نجموش نتكلموا كان وقت نسمعوا ينقص لك في الليكود ما تنجمش تسمع كلمتين مع بعضهم تولي ما تتكلمش برشا معناتها كما قالوا كي تقعد بتعمل في حد شيء راك باش تطيح اول حاجه باش تطيح السيستم سنسوري نتاعك اللي هي العينين معناتها ريالمون اون بلوس العين تقعد انت على التليفون كي تقعد تغزر لي كولور تقعد تثبت قداش من لحظه في لحظه برك قداش تغزر من انفورماسيون قداش يوصل لك المخك تلقى مخك في بليزيور انفورماسيون اللي ما فهمش كورديناسيون في لي انفورماسيون ما فهمش تنظيم ما فهمش لي كونيسونس لي منظمين الو هذيك يعمل لك انرجي ويعمل لك تعب وفاتيك حتى مونتا حتى تجي باش تقرا من بعد في الكونسنتراسيون نتاعك تجب تولي مش مركز على خاطر جوست عندك معناتها شارج نتاع دي كونيسونس اللي ما تستعملش فيه دي كونيسونس هذيك دو فما بيان سور فما الحاجات لي زافونتاج نتاع السوشيال ميديا لوتو فورماسيون نتاع انا واحده من الناس لوتو فورماسيون من توسكي يوتيوب انترنت لي سيت معناتها لي سيري كل شيء تعلمت برشا حاجات معناتها تعلمتهم اما لا كرياتيفيتي انك تخلقهم في الرياليتي اما كي تحطهم كان في مخك كاهو في السيرفو كاهو يولي فما اكسي دي كونيسونس والاكسي دي كونيسونس هذيك كي ما فماش كومبورتمون كيما قال من الاول مسيو ما فماش رياليزاسيون يولي بالعكس ان تروبل ان بروبليم سيكولوجيك علاش خاطر باش يفدك باش يخلقك هذيك خاطر ما تعمل بيه حتى شيء يولي معناتها يوصل لعباد تولي عنده أنغواس علاش تولي ما يعرفش شنو باش يعمل عنده برشا حاجات في مخه ما يعرفش باش يبدا الوغ نظموا افكاركم انتم رتحوا مخكم عارف تقسموا وقتكم اوكي وزيد تتكلموا لقاو الفرصه باش تحكيوا مع بعضكم واحد يتكلم لاخر يسمع بعد لاخر يتكلم لاخر يسمع انتم بين بعضكم ديجا تجمعوا تعملوا دي كلوب دانتيراكسيون تشوفوا دو سوجي وتحكيوا فيه مع بعضكم واحد يتكلم لاخر يسمع كما احنا قاعدين نتعاملوا مع بعضنا هكا خاصه نقولوا ريزو سوسيال اسمه كلوب هاوس بس هذا البرينسيبال اي مي تو سكي فيرتوييل مي كفيش خاطر في الاخر نهار اللي باش تخدم في شركه باش يبدا عندك دي بيرسونيل كيفاش تعرف تعمل معاها انت كان انت اتيديون تو ما جربتش انك تفعلت وتغششت وقلقت وقلقوك وعرفت كيفاش تجيلي احساسك وعرفت تجيلي وقتك كان انت اتيديون تو ما عندكش كونتاكت مع الرياليتي كيفاش يكون من بعد عندك كونتاكت الوغ تخيلوا روحكم رجعت تخدم كلكم ا ديستانس معناتها كان هكايا الوغ شويه هكا وشويه هكا انا ما جو سي با كونتر تو سكي فيرتويل لكن فيرتويل رياليتي
ميرسي بوكو. الوغ منصر باش نزيد نجاوب صاحبنا من ناحية الفيسبوك. انا شنو عامل مثلا عندي الفيسبوك نتاعي فيه اصحابي والعائله وبرشا عباد تعرفهم في الفيسبوك فيه تصويرتي واسمي الحقاني والفورماسيون نتاعي الكل. ما بارطاجيش فيه حتى شيء ابار الخدمه، ساعات نحط تصويره ولا حاجه تبعتني، اغلبهم ديزانفورماسيون تبعين الخدمه. وعندي كونت فيسبوك ثاني اسم ثاني جبنه معناها مش اسم عبد وساعات هكا مثلا نقرا ديزارتيكل في البلوغ. والكونت فيسبوك الثاني نحس روحي انا مثلا قلب نحب نحل فيسبوك، ما نحلش الفيسبوك اللي فيه اصحابي شفت تصورهم ولا حاجه، جوست نستعمل الميسنجر كهاو يكلموني على اصحابي ولا كليونات في حاجه مهمه. واغلب الاحيان ساعات لي ميساج نشوفهم من غدوه ولا ساعات حتى بعد نهارين. الفيسبوك اللي نحلو ديما وقت نبدا قلق هو اللي حط فيه انا معناها الباج نتاع المربوطين بالخدمه وبالدومين اللي نخدم فيه انا، والا حاجات معينين انا نحبهم معناها مي ما فيهش عباد. في ثلاثة أربعة من الناس معناها من بس حابي عملهم في اللو معناها تقاهم في شركات كبيرة، تقا إنفلونسر في الدومين بتاعي أنا أكها، ومي ما فيش عباد بالحق نعرفهم أنا مني ليهم مش نشوف تصورهم ولا أخبارهم، عيد ميلاد اليوم البارح مشي للبحر اليوم مش عارف وين هو. هذيك أعز طريقة باش تستعمل السوشيال ميديا بطريقة باهية. ثم حاجة أخرى كلوب هاوس تو جديد، وإلا شو اسمه هو الريدت. الريدت خاصه حتى في الدومين بتاعكم، الريدت تشوف اي ساب ريدت في الدومين بتاعك، تشوف العباد من برا فاش قاعدين يحكيوا. لو فات انك تقرا الاسئله اللي في ريدت وتقرا الجواب نتاعهم من غير ما تبوست. انا مثلا الريدت بتاعي لا نسال فيه لا نجاوب فيه، نقرا الاسئله في الدومين بتاعي، نقرا الريفونس نتاعهم. يا ساعات نتاكد من حاجه نعمل فيها نقول هذيك هي الصحيحه اللي بعد نعمل فيها انا كيما قال، والا ساعات حاجه جديده انا ما نعرفهاش نتعلمها، والا ساعات مشكله تقابلني اليوم نتذكر انا الشهر اللي فات قريت عليها في الريدت اللي هي قابله شكون وراي السوليسيون نتاعها هكا تولي مور افكتيف في الوقت في الخدمه. ما عادش مثلا عندك ايشيو باش يخليك نهار كامل واقف تلوج عليه، ولا مثلا باش تلوج انت تو على الحل نتاع المشكله، باش تقعد مينيموم نص ساعه في جوجل من سيت لسيت من بلوج لبلوج من ارتيكل لارتيكل. تنجم تعوض الفيسبوك بالريدت، هو تحطه هو الوياني، والا تعمل فيسبوك ثاني فيه مثلا الدومين نتاع قرايتك، والا فيه الناس اللي هما ديزانفلونسر في الدومين اللي انت فيه ولا تحب تولي تخدم فيه. ميرسي بوكو منصور. بون انا باش نزيد عن حكايه اخرى دايوغ جربتها، وفما جمله يقولها يوتيوبر في سايبر او يخدم سايبر سكيورتي، يقول ليتس هاك يوتيوبس الجوريثم ethically of course. شو معناها؟ معناها انا كي نشوف يوتيوب ولا فيسبوك ولا انستغرام، اي سورتو انستغرام في الدومين بتاعي، حتى الدومين بتاعي في مش كان انفورماتيك، سي جو لا كرياسيون ارتستيك و كرياسيون دو كونتوني ارتستيك بالفوتوشوب اي اوتر. فما برشا حكايات على الانستغرام على اليوتيوب وعلى الفيسبوك اللي يوسفي تحط على ثلاثه ولا اربعه باجات جيم تولي فيسبوك الكل في الحكايات هذوما كي تنتيريس. Et après, Facebook, je vois intéressant, plus intéressant et plus productif. Ben, c'est malicain. Y a quand une femme a zéro tablette, n'a pas Facebook, ça t'as une responsabilité, c'est ma media manager, ou Facebook marche sur lui. Juste, لحظة برك فما في كنت تعمل Google Chrome، فما an extension اسمها hide feed. صبوها تواليت كده كتحل Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter. الفيد يتسكر. والتكليك عليه يعطيك مثلا تعطي روحك 5 مينوت باش تحل الفيد ومن بعد الفيد يعاود يتنحالك. ثم ابس في تليفونك، ثم فورست في التليفون اللي تخلي تليفونك تنظمه اكثر معناتها في التوقيت وكل شيء. دونك ثم يوز ابس هذا في تليفونك ولا في جوجل كروم از ان اكستنشنز اللي يجمع عندك. نحن اون ديباسي الوقت ب 15 مينوت. انا بس بقول ريميرسي لي زورغيزاتور سورتو ام كالغاليري معانا على الاخر بوندو لي سي ديرنيير سيمين باسكو انا بريباري سا ديبوي بليزيور سيمين وجمع ليكيب كل اون فو ريميرسي بوكو بوكو بور لافيتاسيون لا خسر في تبع اي ريميرسي بوكو لي تروازو بور لافيتاسيون اون تري اونوري دتر انفيتي بار لان دي بلو غراند يونيفرسيتي في تونس. كما قلت لكم جماعة نعرفكم مليح، كما سمعوا سكروا معايا ياكلوا مليح يخطبوا شويه كل شيء في بعض الساعات.
surtout un conseil, prochain conseil, Dimar Conton, vous allez être les pionniers d'Atabentakum, les influenceurs dans vos domaines. Votre usage dans les social media influe énormément la paix de l'imbécu. Donc, c'est la solution, elle part, va partir de vous, pas de l'Assemblée. OK? Merci. Merci beaucoup. Yeah.